طيب اليوم راح نكمل نحكي عن الاركتكتشر اوف اي ديجيتال كنترول. المره الماضيه خليه مفتوح حكينا عن السامبل اند هولد سيركت، حكينا عن فكره الديسكريتايزيشن والديسكريت سيستمز. اليوم راح ناخذ فكره عن الاركتكتشر اوف ديجيتال كنترول. خلينا نطلع على الكنترولر بشكل عام، ايش الاركتكتشر لاي كنترولر. في عندي دائما اللي بنسميه احنا البلانت او سيستم اندر كنترول. بلانت مش يعني معناها نبته، مش هيك مين بفكر انه بلانت معناها نبته، لهذا هون مش معناها نبته، هون معناها السيستم اللي احنا بنتحكم فيه بنسميه البلانت. عاده راح يكون له في الكلاسيكال كنترول 1 انبوت 1 اوتبوت، في المودرن كنترول شو بصير له؟ مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت. ولذلك هذا السيستم في الكلاسيكال كنترول بنسميه سيسو، اس اي اس او، سنجل انبوت سنجل اوتبوت سيستم. هلا هذا السيستم فيه الاوتبوت انا بدي اتحكم فيه، خلينا اسميه واي اوف تي. هلا هون بحكي عن الكلاسيكال كنترولر، كونفشنال كنترولر. حتى اعمل كنترول ايش لازم يكون عندي دائما؟ فيدباك. دائما بدنا فيدباك. فعندي هون رح يكون في سنسر او ترانسدوسر. ورح اقارن اذا كانوا هذا طبعا سنجل انبوت سنجل اوتبوت سيستم، رح اقارن الاثنين في بعض. هون عندي فيدباك نيجاتيف، هون عندي نيجاتيف فيدباك، هون ايش رح يكون عندنا هون بينهم؟ كنترولر. الكنترولر ايديالي بدي اصممها بحيث انها تو ماتش البلانت. يعني ما بروح بجيب كنترولر هيك، مش هيك؟ الكنترولر بايش بدها تكون؟ على اي اساس بصممها؟ على اساس البلانت اللي درسناها هون وحللناها هون. واذا كنا بنشتغل كنا في الكلاسيك كنترول شو كنا نطلع لها؟ ترانسفير فانكشن مثلا، خلينا نسميها جي اوف اس. الجي اوف اس ديسكرايبس، توصف الدايناميك ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت. شو الكلمه الكريتيكال هون كانت؟ اللي حكيتها دايناميك. دايناميكس، الدايناميك، العلاقه الدايناميك ما بين الانبوت والاوتبوت. اذا جي او اس بتوصف لي العلاقه الدايناميك ما بين الانبوت لهذا السيستم او هاي البلانت والاوتبوت. هاي هون ايش راح يصير عندي؟ عند النقطه هاي عندي هون ديزايرد او مرات بنسميها سنت فاليو، هي اللي بتمنى. هذا بتمنى انه السيستم يمشي على هاي القيمه، يكون ماسك بهاي القيمه، يضل محتفظ بهاي القيمه. انا بدي هاي البلانت تحتفظ بهاي القيمه. إذا شغلي هون اشتغل مظبوط، رح يصير الاوتبوت هذا بيشبه الانبوت من هون. فهذول ايش رح تكون هاي النقطة اللي هون؟ هذه هي الايرور اللي إذا بنحطها في التايم دومين بنحطها اي اوف تي. خلينا نسمي هذه مثلا هون، خلينا نسميها يو اوف تي أو اكس اوف تي، بنسميها اكس اوف تي. صار عندي اي اوف تي بتساوي اكس اوف تي ماينس y of t، فهي الايرور. طبعا هون احنا عم نحط as a function as a function of time، بس لما نحول لابلاس ترانسفورم بتصير هذه function of s. هون ايش عندي؟ control. الكنترولر اذا هي اللي مقضي كل علم الكنترول في دراسه علم الكنترول عشان اصمم كنترولر مناسب لهذا السيستم. راح يطرح عندي الاوتبوت من الانبوت. هلا هون في عندنا شغله سميناها السنسر او الترانسديوسر. ايش في شغله مهمه لازم اعرفها عن هاي السنسر؟ بهذا السياق، سياق الكنترول، ايش في شيء لازم اعرفه عن هاي السنسر؟ اذا له ايش الفانكشن، ايش اسمها؟ ترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن، اذا هذا كمان ممكن يكون له ترانسفير فانكشن. مش دائما الترانسفير فانكشن تبعته واحد، راح نسميها احنا دائما اصطلحنا نسميها ايش؟ نعطيها الرمز اتش اوف اس. اذا هاي الترانسفير فانكشن مش شرط انها تكون زيرو اوردر سيستم، يعني مضروبه في كونستنت. ممكن هون يكون في عندي فانكشن اوف اس ترانسفير فانكشن، فهي نفسها بتاثر على الداينامكس تبعت السيستم. اوكي ماشي واضح. اذا هذا جي او اس اتش اوف اس، هذا الكلاسيكال كنترول. هذا كلاسيكال لانه ليش هذا اعتبرناه كلاسيكال؟ هو نفس الشيء سنجل انبوت سنجل اوتبوت. عندي 1 انبوت عم بتحكم، عم بدخل عندي 1 انبوت وبتحكم في اوتبوت واحد من هون. وطبعا هذا هون كونتينيوس او انالوج، كل هون الديسكربشن اللي انا حاطه هون كونتينيوس. وبتستخدم
تتذكر في المحاضرة الماضية حكينا شو يعني continuous as opposed to sampled. يعني هنا في الديجيتال سيستم راح نصير نعمل سامبلز ناخذ هون عندي كونتينيوس، والشيء الثاني الاختلاف عندي كونتينيوس وبعدين عندي انالوج. السيجنالز هون كلها موجوده بالعربي بنقول شبيه، يعني السيجنال بتشبه السيجنال اللي بخزنها هذا بتشبه التغير اللي صار بالاوتبوت. هذه هون ملخص لل يعني لهدفي، شو هدفي، شو الاستراتيجيه تبعتي في الكلاسيكال كنترول. اذا شو كنا نعمل احنا في الكلاسيكال كنترول حتى نحل المشكله؟ شو مشكلتي انا هون، شو هدفي احققه؟ انه هذا يصير هو نفس هذا، مش هيك؟ لما بدخل ستيب شو بتمنى يطلع معي هون ستيب، ما راح يطلع بالضبط ستيب، راح يكون في عندي اوفر شوت ومشاكل ثانيه مش هيك. اذا شو كانت سياستي، شو كنت اعمل؟ اول شيء كنت اجي على هذه البلانت، شو اعملها موديل، نعملها موديل نطلع الترانسفير فانكشن تبعتها مزبوط. بعدين بحدد يوزر ريكويرمنتس، ايش اليوزر بده، زي ايش الريكويرمنتس اللي كان اليوزر يطلبهم، برايس تايم، بيك تايم، سيتلينج تايم، اوفر شوت، كل الاشياء هاي ستيدي ستيت. وبس اعرف الاشياء هاي شو راح اصمم، اصمم الكنترولر هي تكون بي اي دي او تكون ليد كومبنسيتر لاج كومبنسيتر. هذا ملخص تقريبا لفكره الانالوج. لكن احنا الان هلا انتقلنا، شو راح الاختلاف الاساسي راح يصير عندي هون في الديجيتال كنترولر؟ ملتيبل هلا هون، هلا في حالتنا احنا هون مش راح نستعمل ملتيبل انبوت، راح احاول انا ابدا اعمل سنجل انبوت، راح اعمل عفوا سامبل، فراح يصير هذا هون عندي ديجيتال، هذا هون يعني حسب وين بقرر قديش بدي خلينا نحطها بلون ثاني. البلانت ما بقدر احولها لديجيتال مش هيك؟ يعني البلانت مش الي اصلا العب فيها. مين بعمل؟ بغير الكنترولرز، بحط هون خط احمر مقطع. والسنسر عادة ما بقدر اعمل فيها شيء، هي السنسر نفسها، اذا بروح تشتري فلوميتر او تشتري ثيرموكابل مظبوط؟ اذا احتمال كبير الخط المقطع وين يكون؟ تقريبا كان بقول الخط المقطع راح يصير عندي هلا. طبعا راح يختلف من سيستم لسيستم، بس احنا بشكل عام هذا هون اللي رح نبدا نغير فيه. البلانت بقدرش اغير فيها، والسنسر بقدرش يعني فيش ما لها معنى اني اغير فيها. السنسر راح تحول لي من الفيزيكال فاريبل الموجود هون ل الكتريكال. فلاحظوا هاي راح تصير عندي هون الكتريكال، يعني هون العالم الواقعي، هاي العالم الواقعي الفيزيكال سيستم اللي هي. ايش ممكن يكون الفاريبل اللي بتحكم فيه؟ يكون بريشر، ممكن يكون تمبرتشر، ممكن يكون. هلا هون عم بحول لي من الفيزيكال فاريبل هذا اللي موجود هون لهون، راح يصير الكتريكال، هذا راح يتحول الكتريكال فاريبل، هون راح يطلع الكتريكال فاريبل يتحكم بهذا السيستم الكنترولر ويتحكم في البلانت اللي موجود هون. هذا الخط الاحمر راح يتحول عندي الان في هذا الكورس لديجيتال. فلو جينا هلا حاولنا نعيد رسم هذا السيستم، نرسمه مره ثانيه بس نطلع وين راح، ايش راح نعمل، وين راح نحط الاشياء الموجوده هون. تذكروا انه هون احنا بنحوله لديجيتال، ففي عندنا احد البلوكس المهمه راح تكون A to D، D to A converters. هلا في معظم الكتب يا بحطوها D سلاش A او مرات بحطوها D A C. اذا هاي ديجيتال تو انالوج كنترولر، بدخلها ديجيتال انبوت وبطلع بها انالوج اوتبوت، او عندي تكون A to D converter، او مرات بتكون في بعض الكتب A to D. هون بيكون عندي انالوج وبتطلع معي. اذا حتى انتقل من العالم الشبيه للعالم الديجيتال، او من عالم الديجيتال للعالم الشبيه، بدي A to D converters. واحد من الاشياء المهمه، البارامترز المهمه لازم احددها في هدول، ايش هي؟ مين بتذكر؟ شو بارامتر مهم لازم احدده بالنسبه للدي تو اي او الاي تو دي كونفرتر؟ عدد البيتس، تمام. اذا نمبر اوف بيتس، نمبر اوف بيتس مهم، لانه نمبر البيتس شو بحددني؟ ليفلز، الليفلز، عدد الليفلز، عدد الدرجات اللي على الدرج اللي موجود اللي بقدر احط فيها الاوتبوت. اذا خلينا نعيد هذا السيستم الان، نرسمه بشكل يتناسب مع الديجيتال امبلمنتيشن اللي احنا بدنا نبنيها. البلانت راح تضلها عندي موجوده اللي بتحكم فيها، هلا هون عندي الاوتبوت للبلانت، هذا راح يطلع عندي. اذا هون حطينا هذا الخط الاحمر، خلينا نروح نحط نفس الخط الاحمر اللي موجود هنا.
ورح يكون عندي نفس الشيء هون سنسر. السنسرز وين تدرسوهم؟ مادة المجسات تدرسوا انواع السنسرز، اخذتوا فلو مش هيك؟ ايش انواع السنسرز اللي اخذتوا؟ ثيرمال، تمام. ايش كمان؟ سترين جيج. سترين جيج اللي هي ستريس وسترين الفورس. ايش كمان؟ ال في دي تي. ال في دي تي اللي هي ترانسليشن حركه. ايش كمان؟ بوتنشيوميتر. ار تي دي. ايش بيقيس الار تي دي؟ حرارة. ايش كمان؟ البيزو الكتريك. ماجيك بيزو الكتريك. اوكي. ايش كمان؟ بريشر. اذا احنا ممكن نقيس تمبريشر، ممكن نقيس بريشر، ممكن نقيس فلو، ممكن نقيس ليفل مش هيك، ممكن نقيس اكسلريشن، ممكن نقيس سبيد، ممكن نقيس ديسبيسمنت. كل هذه انواع من السنسر المختلفه راح نحط اسم، وفي طبعا اختلاف بسيط ما بين كلمه سنسر كلمه ترانسدوسر ما راح ادخل فيه هون. فاحنا خلينا نقول انها هي سنسر او ترانسدوسر. هذه راح تدخل معنا. اذا احد الاشياء اللي بدنا اياها هون بدنا A to D. بدي A to D converter، بده يكون محدد عدد البيتس اللي موجوده هون. هلا احتمال يكون عندي نوع من الديجيتال كنترولر. شو انواع الديجيتال كنترولرز اللي ممكن استخدمهم؟ المايكرو كنترولر راح يكون هي اشهرهم، مش الوحيده بس اشهرهم المايكرو كنترولر. اذا خلينا نحط هون بيك مايكرو او مايكرو كنترولر. مايكرو كنترولر راح يكون عندي. هلا الاي تو دي كونفرتر ممكن يكون في داخل المايكرو كنترولر وممكن يكون في خارجه، مش هيك؟ انا هون بس عم برسمه كرمز. اذا راح يكون عندي هون من الاي تو دي كونفرتر راح يجي عندي على المايكرو كنترولر. هلا انا رسمته في الخارج بس هو في داخل النهايه ممكن يكون، مش هيك؟ اللي اخذتوه من المايكرو كنترولر درستوها كان فيها او راح تعملوها في المختبر، مفروض في داخلها واحد او اثنين اي تو دي كونفرترز. عدد البيتس ممكن يتراوح من 10 زي ما حكينا المرة الماضية، ممكن يكون 8 بتس 10 بتس او 12 بت حسب عدد الليفلز والريزولوشن اللي بدي اياه. لاحظ في كلمة مهمة هون، ريزولوشن. عدد البتس بيحدد لي الريزولوشن، بيحدده عدد البتس. الريزولوشن اللي هي ايش بالعربي؟ ما هي المشكلة دقة معنا اكيورسي. تقسيمات يمكن فتشني على الكلمة، حاول اجيب الكلمة بالعربي الصحيحة لترجمة الريزولوشن. اذا كمان ايش راح يدخل عندي هون؟ ايش لازم يدخل؟ تطلع هناك شو لازم يدخل عندي؟ لازم يدخل الديزاير السيت فاليو، مش هيك؟ اذا الديزاير هلا السيت فاليو ممكن انا ادخل، هلا ممكن احطه انالوج واحوله لديجيتال، بس الاسهل شو اعمل؟ ادخله مباشرة من هون يدخل على. اذا هون عندي ديزايرد فاليو، هلا هذا ممكن يدخل عن طريق كيباد، ممكن ادخله عن طريق، ممكن احطه عن طريق بوتنشيوميتر. بس حطيته عن طريق بوتنشيوميتر شو صار؟ بدي كمان بدي كمان هيك بدي كونفرتر. خلينا نحطه على شكل بوتنشيوميتر اذا حطيته حتى نشوف فكره الهاي. اذا لو انا بدي اليوزر من هون يدخل بوتنشيوميتر، يعني عارفين زي ايش؟ واحد بده يحط بوتنشيوميتر امامه ويصير يحرك في البوتنشيوميتر حتى يغير الفاليو. فممكن يكون عندي هون كمان اي دي سي، والـ ATC يجيها من هون. صار هذا هون هو الست فاليو أو desired فاليو، بس اليوزر هون بدخله على شكل على الخط الاحمر الان. هلا راح يطلع عندي ماشي اوكي هيك صار عندي. طيب الطرح وين راح يصير الطرح؟ بعد في الداخل، داخل المايكرو كنترولر. خلص المهم دخل عليه فبطرحهم جوا. انا بطرحهم انا لو ديجيتال من بعض، اخذته في الديجيتال لوجيك. في الديجيتال لوجيك كيف تطرحوا رقمين من بعض؟ وانت كومبلمنت سكند كومبلمنت اخذته الهاي. اوكي هلا هون احتمال انه لازم ايش يكون عندي؟ دي تو اي. دي تو اي تمام. اذا هون اذا بنقدر نوسعها هون راح يكون عندي دي تو اي كونفرتر. ماشي؟ صار
صح انت زي هون مثلا طبعا هذه مش هاي مش اليونيك مش الوحيده اللي ممكن تكون في عشرات يعني عشرات الكونفيجريشنز المختلفه زي ما بدك بس احنا هون بناخذ فكره من هاي انا حاولت احط الخط الاحمر حوالين المايكرو كنترولر او الديجيتال كنترولر الموجوده صارت هنا هون هاي واحده من الاركتكتشرز هلا وين كل الشغل بصير في الكنترولر اللي هون اذا بحطه بدي احطه هون كي كنترولر بروبورشنال كنترولر او نعمل اي شيء ثاني هلا كمان في اختلاف في الاناليسيس تبعنا بنبطل نستعمل جي اوف اس بنصير ناخذ زي ترانسفورم او زد ترانسفورم فبصير عندي هون جي اوف زد زي ما بقولوا الانجليز والامريكان شو بقولوا زي زي فبصير عندي هون جي اوف زي وراح هون كنترولر وراح يصير في عندي هلا اختلاف اساسي كبير ما كانش موجود عندي هون اللي هو التي ايش الكابيتال تي هون اللي هي السامبلينج تايم اذا تي ان سكندز هي السامبلينج بلاش اس بلاش فانكشن اوف اس هي تي ان سكندز هي السامبلينج تايم وهي راح يصير عندي العالم يتجدد كل سامبل كل سامبل رح يصير عندي العالم يتجدد يعني كل تي ايش رح يصير ايش العمليات رح تصير رح اقرا القيمه اللي موجوده هون وادخلها رح اقرا القيمه اللي موجوده هون وادخلها وراح اخذ القيمه اللي موجوده هون واطلعها كل كابيتال تي هاي من الاشياء يعني المانجمنت اللي لازم نعملها باستمرار كيف اللي كل يوم مثلا كل يوم الصبح ايش بعمل بطلع الزباله وبجهز الفطور وبفضل وبعبي تانك مش هيك مش هاي الشغلات بعملها كل 24 ساعه نفس الشيء هدول زي هاوس مانجمنت هاوس كيبينج لازم اضل ايش اعمل؟ ادخل الفاليو اللي موجود هون ادخله عندي ادخل الفاليو اللي موجود بعدين بقدر اعمل اشياء ثانيه مش راح ياخذني غير جزء من الكابيتال تي هاي نقطه مهمه بتذكر حكيناها المره الماضيه ما راح ياخذني من الكابيتال تي غير وقت بسيط ادخل الانبوتس ادخلهم جوا ويصيروا افيلبل واطلع الانبوتس اللي موجودين جوا اطلع الانبوتس الموجودين جوا واطلعهم برا ويصيروا يتحكموا بالبلانت اذا انا على تخاطب مع العالم الخارجي هو كابيتال تي كل كابيتال تي عمالي بجدد الوضع بجدد الانبوتس وبجدد الاوتبوتس وبراقبهم ولذلك تي بدها تكون مناسبه لطبيعه هذا السيستم زي ما حكينا اكثر مره 1 مايكرو سكند او 1 ملي سكند هلا احنا هون رح نحاول نتبع ابروتش مشابه شبيه جدا للابروتش اللي كان هون عندي البلانت اللي موجوده هون بدي اطلع لها ترانسفير فانكشن تبعتها بدلاله زد بدي اقرر شو الكنترولر المناسب حتى يتحكم بهذا السيستم بدي افحص الستابيليتي نفس الشيء بالراف في شيء بيشبه الراف موجود هون بفحص الستابيليتي للسيستم بعدين بكتب الكود اللي بيصمم هاي الكنترولر بحطه في هاي المايكرو كنترولر بعدين بشغل السيستم اذا عندي طبعا هون كمان اتش اوف زي او اتش اوف زد راح يدخل عندي كمان في هذا وهذا طبعا هذا بيعتمد كله مرتبط بكابيتال تي اللي موجوده هون نقطة مهمة ممكن السيستم يصير انستيبل مش لأنه هو بطبيعته انستيبل لأني اخترت تي بشكل غير مناسب هاي نقطة مهمة اختياري السيء لتي ممكن يخلي السيستم انستيبل اوكي واضح في أسئلة عن هذا